أخواتي الكرام، فوالا أنا خدمت هاد الوردة، تما هذا الجزء الثاني ليه الكول في. أنا خدمت هاد الوردة، اقترحت هاد الوردة، فوالا دونك راح نخدمو مع بعض الوردة هذه، مي بشكل مصغر قليلا. دونك الخيط كالعادة على 2، الكروشيه انا خدمت هاد الخطرة برقم 12 1 مليمتر. نبدأ على بركة الله، وحدة، نبدأ بعقدة البداية، ان دو تخوا كات سانك سيس سات ايت 8، ندخلوها في الأولى، نديرو دائرة، راح نرتفع بثلاثة سلسلة، واحدة زوج ثلاثة، وندير دمي بغيت عمود ولفة واحدة، فوالا نزيد نطلع 11 سلسلة، ثمانية، تسعة، 10، 11، نعاود نولي للعمود وندير منزلقة، نزيد ندير عمود ولفتين، 3 أعمدة عفوا، 1، زوج، 3، ونطلع بسلسلة 11، 1، زوج، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، نغلق بمنزلقة، نفس الشيء عمود ولفتين ولفة واحدة عفوا، 1، زوج، 3، ونطلع 11 سلسلة، نكمل هكذا، راح ندير 6 ونعاود نرجع لكم. درت 6 عليك، في الأول كنت ندير زوج فقط ودرت 11، دونك نزيد عمود ولفة واحدة باش نغلق، هكذا يوليو 3 أعمدة في كل جزء من 6 الأجزاء. دونك فوالا بمنزلقة، هايلك نبدأ السطر الأول بنفس اللون، ندير ماي سيري في السلسلة الأولى، ندير ماي سيري في السلسلة الثانية، ندير لفة ونزيد ندير نخرج الخيط في السلسلة الثانية، لكن كي نغلق نغلق الجميع في واحد، دونك ندير عمود ولفة واحدة في السلسلة الثالثة، وهنا نبدأ نحسب 3 أعمدة ذو لفة واحدة دائما، 1، زوج، 3، دونك هنا كي درت 3 راح ندير زيد عمودين في نفس السلسلة اللي درت فيها العمود الثالث، 1، زوج، ندير الثالث،
ندير عمود في السلسلة الموالية، واحدة زوج ثلاثة دونك ندير لفة وندير خرج الخيط ونغلق الجميع في واحد وندير ماي سيري هانيك. هنا ما بين الوردة والوردة ندير عام ندير ماي سيري وحدة زوج نولي ال 11 سلسلة الثانية الموالية ندير ماي سيري نلف الخيط مرة واحدة ونخرج الخيط من السلسلة الثانية نغلق الجميع بواحدة دونك نزيد نكمل عمود هنا نبدأ نحسب ثلاثة أعمدة واحدة زوج ثلاثة دونك نزيد عمودين في العمود الثالث زوج ثلاثة حولك دونك نكمل دير عمود واحد زوج ثلاثة ثلاثة ندير زوج ماي سيري شوفوا كيفاش خرجوا انا نكمل الاربعة اللي قعدوا لي ونقطع الخيط على خاطر حنخدم بلون مخالف ولا ما حيش تخدموا بلون مخالف كملوا بنفس الخيط نكمل ربعا ونعاود نولي لكم بإذن